الضمان في الصكوك. هذا التعريف يأتيكم من الموسوعة المالية في انسايكلوبيديا. في المالية الإسلامية يقصد بالضمان في الصكوك الترتيبات التي يتخذها مصدر الصكوك ضمن هيكل الإصدار، بحيث يتم الحد من المخاطر التي تكتنف استرداد حملة الصكوك لرأس مالهم المستثمر في الصكوك في تاريخ إطفاء الصكوك أو عند وقوع حدث محدد في وثيقة الإصدار. ويأخذ الضمان عادة شكل تعهد المصدر بشراء أصول الصكوك بالقيمة الإسمية، أي بثمن البيع الأول نفسه أو بثمن مقارب له، وذلك بناء على وعد ملزم منه بالشراء يصدر عند إصدار الصكوك. هذا الضمان يحيل العلاقة بين مصدر الصكوك وحامليها إلى علاقة مداينة، وبذلك لا تمثل الصكوك أصولا حقيقية، وإنما دينا نقديا في ذمة المصدر. والضمان المطلق في الصكوك الاستثمارية غير جائز شرعا، وإذا وجد فإن استخدامه يقيد في حالة التعدي أو التقصير أو مخالفة شروط التعاقد، ويعتبر الضمان احتياطا لمعالجة تلك الحالات الاستثنائية. أما إن كان الضمان جزءا لا يتجزأ من هيكلة الصك وتكوينه، بحيث يطبق أيضا في حالة الخسارة الطبيعية غير الناتجة عن الحالات الاستثنائية، فهو ممنوع شرعا. ويشيع استخدام الضمان في الصكوك القائمة على الأصول أو ما يسمى بالأسيت بيست صكوك، وهذا النوع من السندات يمثل ديونا موثقة برهون، أي ديونا قائمة على أصول بغرض حماية الدين. فإذا أعسر مصدر الصك كان لحملة الصكوك بيع الرهون وتحصيل الديون بالقيمة الإسمية، إلا إذا قلت قيمة الرهون عن قيمة السندات. فهذه الصكوك هي سندات بالمعنى التقليدي، لأن الضمان لها ولعائدها مطلق حتى في ظروف الخسارة الطبيعية التي لا يكون لمصدر الصك يد فيها. يمكن أيضا النظر في الصكوك المدعمة بالأصول، صكوك الاستصناع، صكوك المضاربة، صكوك الاستثمار وغيرها.